الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. عنوان هذه المحاضرة: كيف تختطف التنظيمات المتطرفة الشباب؟ هذا السؤال في حقيقته هو سؤال كبير، لأنه يمس واقعا تتسع دوائره يوما بعد يوم. في هذه السنوات الخمس الأخيرة صارت دائرة التجنيد والاختطاف للشباب لصالح التنظيمات المتطرفة، التي تجاوزت مجرد التطرف إلى التكفير، وتجاوزت التكفير إلى القتل. ملفتا للنظر هذا الأمر، إن أردنا أن نعود إلى جذوره الفكرية القديمة نستطيع أن نرجع به إلى صدر الإسلام، إلى عهد الصحابة رضي الله تعالى عنهم أجمعين، عندما وقف ذلكم الرجل على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقسم غنائم غزوة حنين، وكانت من أكثر الغزوات غنائم، فجاء إليه وقال للنبي صلى الله عليه وآله وسلم: يا محمد اتق الله واعدل. انظروا يخاطب من بهذا الكلام: يا محمد اتق الله واعدل، فإنها قسمة ما أريد بها وجه الله. هذا الاتهام المتعالي المجحف، قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ويحك يا هذا، إن لم أعدل أنا فمن ذا الذي يعدل؟ لقد ائتمنني الله على وحي السماء، أفلا تأتمنوني على خزائن الأرض؟ فولى الرجل مغضبا، فقال خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه، وفي رواية سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه: إذن لي يا رسول الله أن أضرب عنق هذا المنافق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: دعه. لم يدافع عنه، لم يقول أنه ليس بمنافق، قال: دعه. فلما ولى الرجل قال: يخرج من ضئضئ هذا، الحديث في البخاري وغيره، يخرج من ضئضئ هذا، من نوعية هذا، من جنس هذا، شباب، يخرج من ضئضئ هذا حدثاء الأسنان، سفهاء الأحلام، يقولون من قول خير البرية، يقرؤون القرآن كما أنزل، لا يجاوز تراقيهم، في رواية حناجرهم، في غير البخاري: يحقر أحدكم صلاته إلى صلاتهم وصيامه إلى صيامهم. ما وضع هؤلاء؟ قال: يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. في البخاري: لأن لقيتهم لأقاتلنهم، بمعنى أنهم سيحملون السلاح على الناس. ظهروا في خروجهم أولا على سيدنا عثمان بمبرر سياسي، ثم ظهروا بالمعنى الأعمق في خروجهم على سيدنا علي بالمبرر الديني العقدي، وهنا تكمن الخطورة. فكان قاتل سيدنا علي بن أبي طالب الذي قتل رابع الخلفاء وابن عم النبي صلى الله عليه وسلم وزوج ابنته وباب مدينة العلم وفي المسجد وهو يصلي صلاة الفجر، كل هذه الحرمات لم يرعها، ومع ذلك كان يرى أنه يتقرب إلى الله عز وجل بهذا الفعل. وكان أحدهم قد حضر خطبة لسيدنا علي، فلما خرج من خطبته من الصلاة قالوا: كيف وجدته؟ قال: ما أفقه هذا الكويفر، يعني حتى ما حصل كافر، قال كويفر التصغير، ما أفقه هذا الكويفر. وانتبهوا إلى هذه العبارة لأنها استمرت إلى اليوم: لا تستمع إلى فلان، هذا كلامه يعني مؤثر وحسن ولكنه يضللك. وكأن الإنسان المطلوب منه أن يلغي عقله فلا يميز. هذه الصورة يعني اتضحت بشكل متطرف للغاية، أو شديد اللون الفاقع، اللون شديد الوضوح، عندما قتل عبد الرحمن بن ملجم، هذا قاتل سيدنا علي. بعض أتباع سيدنا علي من شدة الغضب لم ينفذوا وصية سيدنا علي بأن يكتفى بإقامة الحد على القصاص، فمثلوا به وهو حي، فقعوا عينيه، قطعوا جدعوا أنفه، قطعوا أذنيه، هذا حرام لا يجوز ومخالف، لكنه كان أثناء ذلك صامتا لا يتأوه، متماسكا. فلما سحبوا لسانه ليقطعوه صاح وصرخ، قالوا: ما بالك يا عدو الله؟ قال: دعوا لي عضوا أذكر الله به. فكأنه كان يرى أنه قريب إلى الله بفعلته الشنعاء هذه. وعندما قاتلهم سيدنا علي في النهروان، وقد كان يستمع إلى أقوالهم ويدفعها بالحجة، أرسل إليهم ابن عباس ليناقشهم، فرجع نحو 3000 في يوم واحد منهم على يد سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، لكن لما حملوا السلاح حمل عليهم السلاح. فلما وقف بعض أصحاب سيدنا علي وقال: أقضوا يا أمير المؤمنين، يعني انتهوا،
قال هيهات لا تزال منهم بقية حتى يقاتل أواخرهم في صفوف الدجال. وكان لهم من عصر إلى عصر ظهور مد وجزر، يظهرون ثم يقلون ليقتربوا من الاختفاء. والملاحظ أن أوقات امتدادهم متصلة بضعف معرفة الناس بالدين وباختلال الوضع الاجتماعي والسياسي، عندما تضعف الدول ينتشرون في الدول التي يضعف نشاطها، وينتشرون في الأماكن التي يقل العلم الشرعي فيها. لكن في عصرنا هذا اختلف الأمر عما كان في عصر الخوارج من جهتين. الجهة الأولى أنها جاءت في عصر يملك عوامل الانتشار السريع من وسائل التواصل الاجتماعي، من سهولة التنقل، من طفرة الاتصالات. الأمر الثاني أن في عصرنا ثقافة، وهي ثقافة الحداثة، التي عظمت وضخمت من شأن الفرد. وكان من نتاج ما بعد الحداثة محاربة أو إضعاف أو إلغاء في بعض الأحيان احترام السلطات، الوالدين، المتخصصون، الحكام، ما يعرف بالأناركية اليوم، بعضها المتطرف وبعضها المتوسط الذي سرى بشكل خفي في الناس، وهي فكرة التمرد على معنى الرجوع، على الطاعة، على المرجعية. هذه الثقافة عندما صبغت بصبغة الدين تحولت إلى ما نراه من سرعة التطرف وانتشاره. في هذه المحاضرة نحاول أن نوجز هذا الأمر في خماسية هذه الأسباب. خمسة أسباب تحت كل سبب خمسة عناصر، أو خمسة محاور تحت كل محور خمسة عناصر. أولها فيما يتعلق بالأمة، بعموم الأمة. الأمة الإسلامية اليوم تعاني من حالة بئيسة فيها مشاكل كثيرة. أولها، العنصر الأول، الاحتلال والشعور بفقد الكرامة. الأراضي المقدسة محتلة، والمسلمون يشعرون بأنهم في كثير من الأحيان لا يملكون استقلالية القرار. وهذا ناتج عن عدة عوامل، منها أننا لم نعد نأكل ما نزرع، ولا نلبس ما ننسج، ولا نستخدم ما نصنع، بمعنى فقدنا الاكتفاء الذاتي أو القدرة على الانتهاض بأحوالنا، مما جعل التبعية قوية في نفوسنا للغير. من يستطيع أن يمتلك زمام محتاج متطلبات حياتك، ما تحتاجه، يستطيع أن يملي عليك بعد ذلك. ولهذا في الشريعة هناك شيء اسمه فرض الكفاية، أي أنه إن لم يقوم به البعض سقط أثم الكل، كل من يستطيع أن يقوم به. من فروض الكفاية التي قررها الفقهاء في الشريعة أن لا تكون الأمة عالة على غيرها، لا في صناعة ولا في زراعة ولا في شيء من شؤون الحياة. حتى قال الإمام الغزالي رحمه الله أن القرية التي لا يوجد فيها الحلاق الذي يقوم بحاجات الناس فتكون عالة على غيرها يأثم أهلها. إلى هذه الدرجة من فهم ومن مقومات ومن الالتفات إلى قيمة الاكتفاء الذاتي. هذا لا يعني الانعزال عن العالم، لكن يعني الاستغناء عن أن يكون الإنسان أو يكون المجتمع أو تكون الدولة عالة على غيرها. هذا الأمر أدى إلى شعور في دفين في الشباب بأن أنهم عطشى إلى مفهوم الكرامة، فكل خطاب يتلبس ثوب الكرامة، ثوب العزة، ثوب استقلالية الأمة، ثوب صون مقدسات الأمة، تهفو إليه نفوس الشباب على مدى عقود. ونحن نسمع شعارات لدى عدد من التنظيمات الإسلامية، القدس 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 لنا، القدس رايحين شهداء بالملايين، شعارات كثيرة. القدس هو قضيتنا الكبرى. نعم، هو قضيتنا الكبرى، بيت المقدس هو قضيتنا الكبرى، والمسجد الأقصى هو قضيتنا الكبرى، لكن تحويلها إلى شعار لاجتذاب الشباب مع عدم وجود رؤية حقيقية للعمل عليها. كان من شأنه أن اجتذب أعداد كبيرة من الشباب. تلاحظون أنتم مثلا في سيناء اليوم، من الذي يعبث، من الذي يقتل، من الذي يفجر؟ تنظيم سمى نفسه أنصار بيت المقدس. طيب، بيت المقدس إلى الشرق، هم ضربهم إلى الغرب، كأنه حول فكري قد أصابهم، لأن المسألة الأصلية ليست بيت المقدس. كذلك عندما استطاع الإسلاميون أن يأخذوا بزمام الحكم في غزة، بدأ بريق المسجد الأقصى يخفت، وبدأت غزة تصبح هي البديل على الساحة، أصبحت أيقونة عالمية سوق لها. نعم، غزة في مأساة ويجب الوقوف معها، لكن أهل البيت المقدس عندما تنظر إلى الإحصائيات فوق 80% منهم في خط الفقر.
في بيت المقدس نحو 45,000 تركوا الرباط في مجاورة المسجد الأقصى وانتقلوا إلى الضفة الغربية بحثا عن لقمة العيش. بيت المقدس مضطهدين هي القضية الأم، لكن أصبحت المسألة تدور مع دوران ما تحتاجه التنظيمات الإسلامية التي تأخذ بهذا الزمام. عندنا العنصر الأول الاحتلال. كنت أتذكر في 17 من عمري، فكان في تلك الأيام الزخم الكبير، كنت في جدة في المملكة العربية السعودية، كان الزخم الكبير عند الكل في تلك المرحلة الجهاد الأفغاني، وكان هناك يعني موجة كبيرة عالية، المجلات، الوسائل التواصل، الفيديوهات تلك الأيام VHS التي كانت موجودة، والغزوات التي تحصل كانت تجتذبنا معاشر الشباب، نشعر فيها بمعنى استعادة العزة. حتى أذكر أنني رغبت أن أذهب إلى أفغانستان، وتواصلت مع من يمكن أن يهيئ لذهابي إلى أفغانستان، وكنت أدرس على مشايخي في مرحلة طلب العلم، والإنسان إلى موته يطلب العلم. فذهبت إلى أحد أساتذتي اسمه الحبيب أبو بكر المشهور، قلت له سيدي أنا يعني أود أن أذهب للجهاد في سبيل الله. قال لي زين، الجهاد ذروة سنام الإسلام، أين ستذهب إلى الجهاد؟ قلت له إلى أفغانستان. قال أفغانستان محتلة ولها حق أن يقاتل فيها، ولكن سأسألك ما هي الراية التي ستقاتل تحتها؟ نهينا أن نقاتل تحت راية عمية قائمة على عصبية، أو نجهل تحت راية من سنقاتل. السؤال الثاني، ما هو الأفق أمامك في هذا القتال؟ إلى أين ستصل به؟ قلت له راية المجاهدين. قال لي من؟ سياف ولا مجددي ولا صبغة الله مجددي وإلا رباني وإلا مسعود؟ من من هؤلاء ستقاتل تحته؟ ثم قال لي خرج الروس، ما الذي سيترتب على خروج الروس؟ ما الذي سيقوم بعد ذلك؟ فشعرت أن هذه الأسئلة لم تخطر ببالي من قبل، لكن لم يصل ذلك بي إلى حد الرجوع عن هذه الفكرة. فذهبت إلى شيخي وشيخ شيخي حبيب عبد القادر السقاف رحمه الله، قال لي ولدي الجهاد مطلوب، ولكن أنت فرد ستذهب، وإما أن تنال الشهادة أو تكون أحد عوامل النصر، لكنك فرد لن تؤثر تأثيرا كبيرا، وأنت الآن طالب علم، فإذا صدقت مع الله عز وجل في طلب العلم وتهيأت للنفع للدعوة إلى الله، وهذا نوع من الجهاد، الله عز وجل عندما ذكر القرآن في القرآن قال وجاهدهم به، حينئذ سيكون نفعك للأمة أكبر بكثير من فرد يحمل سلاح ويذهب إلى مكان. فاطمأن القلب إلى هذا الطرح. إذن العنصر الأول شعور الشباب بالمهانة، بالجوع إلى مفهوم الكرامة، إلى حقيقة الكرامة في التعامل مع الواقع الذي تعيشه الأمة أمام عجزنا عن استرداد مقدساتنا واسترداد أراضينا وإضعاف التحكم. لو تتذكرون عندما حصل تفجير البرجين في نيويورك، الشعور العام ما هو الشعور العام عند الناس في منطقتنا؟ كيف كان استقبال هذا الخبر؟ حد يقول لي كيف كان استقبال هذا الخبر؟ بالفرح، ليس كذلك؟ الناس كانت مسرورة، وفي فلسطين قسموا الشربات، وفي أماكن أخرى شيء من الشعور بالبهجة حصل في نفوس الناس. لو جئنا نسأل إذا كان احتكامنا إلى الشريعة، ما حكم هذه العملية؟ قولا واحدا محرمة بالشريعة، لأنها تجاوزت الشرع إلى أناس أبرياء لم يقاتلوا. البرج فيه أناس ليسوا بحربيين، بل فيه نحو 600 مسلم ماتوا فيه، وحتى غير المسلمين. فلماذا لم نفكر في تلك المرحلة بالضابط الشرعي إذا كنا نريد أن نرجع إلى حكم الله؟ لأن الشعور بالهزيمة أمام الهيمنة الأمريكية، أمام دعمها للكيان المحتل الصهيوني، أوجد في النفوس ردة فعل. هذه أحد أهم العوامل التي تؤثر في الشباب. العامل الثاني وهو بعض الأنظمة الظالمة في بعض المناطق الإسلامية والعربية، الاضطهاد. هذا أعطى فرصة كبيرة لما سنتكلم عنه لاحقا من مفهوم المظلومية. لو لاحظتم عندما قامت ما سموها بثورات الربيع العربي، لماذا بعض الدول لم تجد لديها استجابة؟ مثل الإمارات العربية المتحدة سأل الله لها الحفظ، لماذا لم تحصل لها الاستجابة بالرغم أن هناك دعوات قد نادت بهذا، بالرغم من أن بعض التنظيمات التي تنسب نفسها إلى خدمة الدين كانت تهيئ لهذا وتريد هذا؟ السبب في ذلك أن الشعب يشعر بالرضا تجاه القيادة، يشعر أن القيادة من أهم أولوياتها الإنسان، المواطن، بناء الإنسان.
بينما في الدول الأخرى لماذا سارع الناس إلى مثل ذلك؟ بسبب وطأة الظلم. هذا العنصر الثاني. العنصر الأول الاحتلال والافتقار إلى الكرامة. العنصر الثاني الظلم الذي تمارسه بعض الأنظمة. العنصر الثالث التخلف العلمي والاجتماعي والثقافي الذي تعيشه أمتنا. فنحن أمة مستهلكة وليست منتجة. هذا ليس فقط في مجال التقنية والصناعات والمتطلبات الحسية المادية، هذا أيضا في الفكر. نحن أصبحنا نستهلك الفكر الوافد علينا ولا ننتج أفكار نشارك بها العالم. نحن نقبل أن نستفيد من الآخرين حتى من غير المسلمين. الحكمة ضالة المؤمن، أينما وجدها فهو أحق بها. لكن أن أصبح غير منتج للفكر، غير مشارك على مائدة الفكر البشرية، هذا معناها أني أعيش معنى الاستتباع. هذا الأمر أيضا أحد العوامل. العامل الرابع الفقر، العامل الاقتصادي، شدة العوز عند الناس. البعض يعني يتطرف فيقول هذا السبب الوحيد، ليست هناك أسباب فكرية، وهذا خطأ. والبعض الآخر يتطرف في الجانب الآخر يقول لا ليست اقتصادية. طيب الإرهابي الذي يأتي من أسرة غنية ومن أسرة كبيرة كيف يصبح إرهابي بعد ذلك؟ قلنا أنه عامل من العوامل. نحن عندنا في منطقة في اليمن اسمها في الجنوب اسمها شبوة. في هذه المنطقة أجدادنا كانوا قد ارتحلوا إليها ولهم صلة بالقبائل هناك وكانوا يصلحون بين أهلها. أعرف شبابا من أبناء قبائل بعينها، وقابلت 2 أو 3 منهم عندما جاءوا لزيارتنا في حضرموت. قال أنا كنت مع القاعدة. قلت يا ولدي وش وداك للقاعدة؟ قال نحن في حاجة وهذا اللي يعطونا $150 في الشهر. $150 بالنسبة للناس في اليمن يعني مبلغ كبير. إذن هناك جانب اقتصادي مؤثر، إما بهذا بالبدل والدفع، وإما العوز الذي أوجد السخط في نفوس الناس، مما جعل أي دعوة من يسمعونهم يكلمونهم عن أن الإسلام هو الحل، على أن خيرات الإسلام تذهب على أيدي الظلمة، على أيدي الذين ينهبونها، ونحن سنعيد لكم. سيدنا عمر بن الخطاب بن عبد العزيز قد أعاد في نحو أقل من 2 الرقي الاقتصادي لأنه طبق الشريعة وبحث الناس عن من يعطونهم الزكاة فلم يجدوهم. هذا الكلام صحيح، لكن انظر إلى التوظيف من أجل التنظيم، من أجل الاستجابة. النقطة الخامسة فيما يتعلق بالأمة، الفرقة والشتات الذي تعيشه الأمة، تناحر. ستجد فرقة وشتات من مختلف المستويات، المستوى الاقتصادي، المستوى السياسي، المستوى الاجتماعي، المستوى العرقي، المستوى الطائفي. هذه الرؤية التي لا تقبل التنوع فيما بيننا البين. الله سبحانه وتعالى أقام التنوع سنة كونية، ليل نهار، فصول العام الأربعة، الأرض منها ما هو مرتفع ومنها ما هو منخفض، الحياة كلها قامت على التنوع. والإنسان الذي استخلفه الله تعالى في الأرض أيضا غرس الله تعالى فيه قابلية التنوع. الذي لا يحترمون هذا التنوع يسببون هذا الارتباك داخل الأمة. فيأتي من يقول للشباب أن هذا الأمر بسبب عدم تطبيق الشريعة، بسبب عدم الرجوع إلى الله، دعونا نعود إلى الرعيل الأول. ثم إذا انضموا إليهم ترى عين التفرقة بعد ذلك، وهذا ما سيأتي الحديث عنه إن شاء الله تعالى. فصار عندي 5 عناصر متعلقة بالأمة. المحور الثاني وهو متعلق بالدولة والمجتمع. الذي يتعلق بالدولة والمجتمع أوله لدينا إشكالية، دعونا نكون صريحين مع أنفسنا، لدينا إشكالية في الرؤية المستقبلية لطبيعة التدين لدى الأجيال المقبلة. عندما تسأل المسؤولين في مختلف الدول العربية والإسلامية بعد 50 سنة الشاب المتدين في بلدك ما هي هويته الدينية؟ ما هي طبيعته الدينية؟ ما هي الشخصية الدينية؟ ما هو نوع العلم الديني الذي سيأخذه؟ ما هي النظرة التي سيتعامل بها؟ لا تجد وضوحا، لا تجد استراتيجية، لا تجد رؤية. وبالتالي تتحول المسألة إلى ردود أفعال. حصلت مشكلة عالجها بردة فعل، حصلت مشكلة أخرى عالجها بردة فعل، ردة الفعل تلو ردة الفعل تلو ردة الفعل تجعل زمام المبادرة على الدوام عند الطرف الآخر، عند المتطرف، لأنه يعرف والصورة عنده التي على باطل، لكن الصورة عنده، الرؤية عنده واضحة. هو يريد من ينتمي إليه بصفات معينة ويجهز بها. فهوية المتدين عنده واضحة المعالم. هوية المتدين عندنا ليست واضحة المعالم. كان إلى قبل 50 سنة التدين فطري يسري في قلوب الناس، والتدين مرتبط بالأخلاق، مرتبط بحسن المعاملة، مرتبط بالتواضع، مرتبط بالبشاشة.
المطوع كما يسمونه كان محبوبا عند الناس، لأن هذه الصفات كانت موجودة فيه. اليوم كلمة مطوع أصبحت للسخرية في بعض الدول العربية، لأنه أصبح نموذج مختلف عن النموذج الراقي الذي كان. فضعف أو غياب التصور بعيد المدى لهوية الفرد المسلم الدينية. لماذا نحتاج إلى تصور؟ طيب خلاص الهوية موروثة. لا، نحتاج إلى تصور لأن معطيات العصر اليوم اختلفت، مؤثرات العصر اليوم اختلفت. نريد الهوية الحقيقية التي كان عليها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، آل بيت النبي، أصحاب النبي من حيث الأصول، لكن من حيث بقية عناصر الهوية لا، هي تتغير بتغير الزمان والمكان. حتى بفهم الشريعة يتغير في غير الثوابت بتغير الزمان والمكان. الإمام الشافعي رحمه الله تعالى له مذهبان، القديم والجديد. عندما كان في العراق والحجاز واليمن كان له فهم للاجتهادات، عندما انتقل إلى مصر رأى عوامل مختلفة فصارت فتوى بعد ذلك مختلفة. الإمام أحمد بن حنبل تعد له في المسألة الواحدة يعد له قولان وثلاثة وأربعة في بعض مسائل مذهب الإمام أحمد، في 12 قول في المسألة الواحدة. هذا عنصر. العنصر الثالث إقحام الخطاب الديني في لعبة التوازنات السياسية. هذه مسألة حساسة. على سبيل المثال في اليمن، عندنا في اليمن في فترة من الفترات في السبعينيات تم دعم توجه الإخوان المسلمين من الدولة مباشرة، وذلك لإيجاد أيديولوجية أو فكر يواجه الامتداد الشيوعي الذي يأتي من الجنوب. ثم استعين بهم أيضا لضرب الحزب الاشتراكي بعد الوحدة، ضربهم بخطاب الدين أن هؤلاء كفروا ونحن بالدين نخالفهم أو نقوم ضدهم. فلما انتصر النظام الحاكم أصبح نتاج حزب الإصلاح والإخوان المسلمين منافسا له على مقاعد البرلمان، على القرار، على الوزارات، مؤذي بحكم المنافسة له، فبالغ في دعم التوجه السلفي. الدولة كانت تدعم هذا التوجه لتضرب بالسلفية الإخوان. ثم بعد فترة لما تضخم السلفية وأصبح بوجودهم وامتزاج فكرهم مع فكر الإخوان نتاج القاعدة في اليمن، ما الذي حصل؟ توجهت الدولة أيضا، الحكومة أيضا، النظام إلى دعم الحوثيين. الحوثيين استمروا لسنوات يدعمون من الحكومة. لماذا؟ لإيجاد فئة تقابل فئة السلفية وتقابل فئة الإخوان. فلعبة التوازنات في التوجهات الدينية من أخطر ما يكون، لأنها مباشرة تحول الذين على هذا الحال، تحولهم من فئة متطرفة مرفوضة إلى فئة تمنح فرصة الامتداد. أنت تعطي لهذا الدعم، بل حتى القاعدة دعمت في اليمن من خلال الحكومة في مرحلة كانت تريد أن تستغل وجود القاعدة للضغط على الأمريكان، فقوي القاعدة وخوف منها الأمريكان، فأصبحوا يجدون مجال للامتداد. ثم عندما تريد الدولة أن توقفهم عند حدهم تبدأ المشاكل، وإذا بدأت المشاكل تبدأ الصدامات، وإذا بدأت الصدامات يتم استغلال هذا الأمر بعد ذلك. أيضا التفكك الأسري وإهمال الأبناء، مفهوم التربية. هل التربية أن تصرف فقط مالا، تدرس في المدارس فقط، أم أن التربية لها علاقة ببناء شخصية الإبن، نظرة الإبن للحياة، توريث الإبن الأخلاق الراقية، للقيم المجتمعية، لحسن التعامل، للنظر، لحسن النظر. أثر هذا ارتبط بغزو العولمة. العولمة فيها الخير والشر، لكن العولمة اقتحمت الخصوصية، بمعنى أصبح هناك تحدي بين هوية المجتمع الموروثة خصوصيته وبين ما يرد من نافذة العولمة على الشباب. ترتب على هذا، ترى أمامك الشباب اليوم شخصية التأثر بالعنف، ألعاب بلاي ستيشن وما جاء بعدها وما جاء قبلها. أنت ترى أمامك الطفل الصغير في الرابعة، في الخامسة، في السادسة، وحتى الكبار الآن تجده يقضي الوقت في اللعب، لكن الطفل الصغير يصبح مفهوم الانتصار، مفهوم السعادة عنده مرتبط بأن يقتل، بأن يضرب، بأن يسيل الدماء. ثم جاءت بعد ذلك الأفلام يسمونها الأكشن موفيز، هذه الأفلام التي أصبح فيها العنف بجرعة كبيرة وزائدة تغذي نفسيات الشباب. هذا أحد واردات العولمة اليوم التي ترد علينا. مرة أخرى، ما عدم وجود الاكتفاء الذاتي، هل لدينا رؤية للفن؟ هل لدينا رؤية للتمثيل، للأفلام، احنا لازلنا في صراع هل هي حلال ولا حرام في بيت الخطاب الشرعي؟ طب هي وسيلة يمكن أن يستفاد منها بشكل راقي. هذه مشكلة أخرى. العنصر الخامس والأخير في هذا المحور المتعلق بالدولة والمجتمع، التعليم. لا أقصد بالتعليم التعليم الديني وحده، التعليم الديني والتعليم بصفة عامة. إهمال قيمة التعليم.
أنشأت شبابا في التعليم الديني عندهم ضعف في فهم الدين، وأنشأ وبالتالي يكونون فريسة، وهذا سيأتي ذكره، وأنشأت في مجالات الحياة الأخرى فراغا في عقول الشباب ونفوسهم. الشاب الذي لديه طموح في تعليمه، مشروع علمي ينظر إليه في المستقبل، لن يكون فارغا، لن يكون وعاء فارغا يختطف. لديه مهمة ينظر إليها، سأتخصص في الكيمياء، إذن سأكون مخترعا، سأكون منجزا، هذه الرؤية التي عنده ستجعله يقضي الأوقات الطويلة في المطالعة في المذاكرة، سيدخل مجال التحدي، أراد أن يكون طبيبا له اهتمام، أراد أن يكون معتني بالعلوم الإنسانية التي أهملناها. أمامه أفق يعمل على أساسه، هو مشغول به، لديه من خلال التعليم أدوات التمييز، لا يكون إماعة يستطيع كل واحد أن يؤثر فيه، لا، عنده قدرة على التمييز أثناء بسبب أدوات العلم التي أخذها، يستطيع أن ينظر في الأمور، يفهم أن هذه لعبة إعلامية على سبيل المثال، يفهم أن هذا فيه منتج وهذا فيه فذلكة، يفهم أن هذا الخطاب في علم النفس المقصود به استمالة الناس واستغلال مشاعرهم وعواطفهم. فضعف التعليم على مستوى مسؤولية الدولة والمجتمع، هذا العنصر الخامس. فقلنا فيما يتعلق بالأمة خمسة عناصر، والآن فيما يتعلق بالدولة والمجتمع. المحور الثالث الشباب، ذات الشباب. أول مشكلة يستفيد منها ويعمل بسببها على تشكيل الشباب واختطاف الشباب، يعمل المتطرفون عليها، ما يمكن أن نسميه فقير إلى الله، يسميه الأمية الدينية. هناك أمية القراءة والكتابة، نعم، هناك أمية الحاسوب اليوم تقنية، برامج المحو، أمية الكمبيوتر، هناك ما يمكن أن نسميه بالأمية الدينية. كان الأبناء عندما يولدون في السابق منذ مرحلة الكتاب أو المكتب أو العلماء في مختلف البلدان تسمى، الطفل الصغير يذهب من صغره يتعلم القرآن، يتعلم بعض الأحكام الشرعية المهمة، يتعلم الأخلاق التي يتلقاها، يرى أمامه المطوع أو الشيخ نموذج وقدوة في غالب الأحيان في السابق، فينشأ وعنده قدر من المعلومات التي يجب على كل مسلم أن يتعلمها. ثم بعد ذلك في المدارس التي ندرس فيها، من الأشياء التي لوحظت في هذا الباب الذي نتكلم عنه، وقد تكلمت أكثر المسؤول في العالم الإسلامي، أنه بعد أحداث 11 من سبتمبر أيلول في الولايات المتحدة، كثير من الدول حذفت حذفت باب الجهاد من مقررات التربية الإسلامية، ألغت تدريس الجهاد بغرض أو بنية أن يخفف من وطأة التطرف. هذا جاء بنتيجة عكسية، عندما تحذف أحكام الجهاد يتخرج من المدارس شباب لا يعرفون الأحكام الشرعية المتعلقة بالجهاد، فبمجرد أن يأتي شخص ويقول لهم قوموا بنا نجاهد ويستشهد بآيات أو بأحاديث نبوية أخرجها عن سياقها، فهمه فيها شاذ عن القواعد الفقهية الشرعية، الشباب يكونون فريسة لا، لأنهم لا يعرفون في الأصل أحكام الجهاد. فلدينا أمية دينية عند الشباب تجعلهم فريسة لكل من يتكلم معهم، يسمعون الكلام عن تطبيق الشريعة وأن دولنا لا تحكم الشريعة، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. فتجد الشباب منساق، لماذا؟ لأنه لا يفهم معنى تحكيم الشريعة، لا يفهم من تحكيم الشريعة إلا الحدود ومنع الخمر وبعض المعاصي والمجاهرة بها، هذه جزئيات في الشريعة. دولنا في العالم الإسلامي غالبها هي دول مطبقة للشريعة، فيما يزيد عن 95% من نسبة تطبيق الشريعة، بعضها 97 بعضها 98 من تطبيق الشريعة، تبقى 3% 5% من التأخر عن تطبيق الشريعة. لكن الشاب الذي لم يفهم الدين، لديه أمية دينية، يعتبر افتقاد عنصر واحد من عناصر تطبيق الشريعة معناه عدم تطبيق الشريعة بالكلية، هذه فكرة الخوارج. إذن الأمية الدينية كانت من الوسائل الكبيرة للتأثير على الشباب. الأمر الثاني أو العنصر الثاني، أزمة الهوية في عصرنا، عصر العولمة الذي ذكرنا، عصر فكر حداثة، فلسفة الحداثة وما بعد الحداثة منتجاتها أثرها على الناس، الهواء الحداثي الذي نتنفسه اليوم والذي يؤثر على فكرة المعمار والذي يؤثر على فكرة التعامل، حتى ترتيب الحدائق، حتى كيفية اللباس، حتى إلى مختلف أمور. نحن لا نرفض كل الحداثة، المسلم لا يرفض شيء بجملته ولا يقبل شيء بجملته، الكلام هنا عن أثر الفلسفة هذه في منهج التفكير. جاءت لها مدخلات، لم نستطع إلى الآن في بناء الشباب التوفيق بين مدخلات الحداثة وبين الشخصية المسلمة، هوية المسلم. صراع الهوية موجود بشدة. كان أحد الشباب الباحثين في طابة اسمه عباس يونس، إنجليزي من أصول باكستانية،
قال لي أنا مكثت سنوات في أزمة الهوية، هل أنا إنجليزي أم أنني باكستاني؟ هل أنا بريطاني أم أنني مسلم؟ ولم يخطر في بالي أن هذا كله يمكن التوفيق بينه. قال فبسبب نوع من التمييز العنصري في المنطقة التي كنت فيها، كنت أشعر أني أرفض كوني بريطانيا، أنا باكستاني، أنا باكستاني. قال فلما سافرت إلى باكستان شعرت أني لست باكستانيا، ليست الهوية وليست الفكر وليست طريقة التفكير، الكل مختلف. فبقيت أشعر أني ضائع في هذا الأمر، لا استطعت أن أكون بريطانيا وما استطعت أن أكون باكستانيا. أيضا هو نفس الشاب، هل أنا بريطاني أو مسلم؟ كيف أستطيع أن أكون بريطانيا مسلما في هذا الأمر؟ قال فبقيت في هذا النوع من الصراع فترة طويلة. في هذه المرحلة بالتحديد يكون الشاب أقرب ما يكون إلى قابلية الاختطاف للتوجهات والتنظيمات المتطرفة، لأنه تقدم إليه هوية جاهزة، وهوية جاهزة مبلورة، ومبلورة قالبية لا تقبل أخذ أو رد، مفردة العناصر، سهلة الاستيعاب. خلاص أنت مسلم سني أو شيعي عند الشيعة، أنت من الفرقة الناجية، أنت قائم على الكتاب والسنة، أنت مجاهد في سبيل الله، أمور يستطيع أن يتعلمها في أسبوع. تسمعون عن تنظيم داعش أنه عندما يأتي إليهم شخص يريد الجهاد بما يفهمونه من الجهاد، أولا يذهبون به إلى الدورة الشرعية. كم مدة الدورة الشرعية؟ أسبوع واحد، يخرج خلاص جاهز فاهم الشريعة بمفهومهم، أحادي وبسيط. في هذه المرحلة يكون سهل الاختطاف لأنه يعيش أرجح في الهوية، هل أستطيع أن أكون مسلم مستقيم ثابت راسخ في إيماني مطيع لربي وفي نفس الوقت قادر على التعامل مع العصر؟ الكلمة سهلة لكن لها أبعاد عميقة للغاية في بناء هوية الإنسان. هذا العنصر الثالث الذي يواجهنا، ثقافة العصر. من ظلال ثقافة العصر ما أثر على شخصية الشاب في عدة عناصر، على سبيل المثال استعجال النتيجة. لماذا يميل الشباب إلى الثورة أكثر من الإصلاح؟ لأن الثورة نتيجة فورية سريعة، لكن الإصلاح يحتاج إلى جهد، يحتاج إلى نفس طويل، يحتاج إلى بناء، يحتاج إلى عقود أحيانا ليصل إلى النتيجة. من ثقافة العصر الموجودة اليوم الحداثية استعجال النتائج، فيجد الشاب أن الأسهل إليه أن يتمرد، وخصوصا أن التمرد شيء قريب من شخصية الشاب. تجده بسبب الاستعجال يميل إلى ثقافة البتر. عندنا في الطب الكثير من الأطباء يستعجلون في العمل الطبي، عملية واستئصال أسرع له من المعالجة التي تنشأ من تقوية التصحيح والتعافي البدني التلقائي. عصرنا هذا عصر طلب المنتجات السريعة، هذه إحدى العوامل تؤثر في الشباب. فلما يسمع أني بدل ما أجلس سنوات أتكلم عن أن الله سبحانه وتعالى أخبرنا بأنه لا يغير، الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، عندما نقول أن الله سبحانه وتعالى لن يأتي بالنظام الحسن إلا إذا الشعب كانوا على الاستقامة، وأن التغيير يبتدئ من الفرد ثم الأسرة ثم المجتمع ثم الشعب ثم الأمة، سوقة طويلة عليه. لكن يحمل الرشاش كلاشينكوف أو القنبلة أو الار بي جي ويحدث تغييرا سريعا قطعي في تعامله مع الأمة. هذا أقرب إلى نفسية الشاب المتأثر بثقافة العصر. العنصر الرابع الارتباك والحيرة عند الشباب حيال الأصوات المتطرفة المرتفعة. طبيعة المنهج الحقيقي الشرعي الذي وصفه الله بالوسطية أمة وسطة أنه هادئ. ما معنى هذا؟ أي أنه يبني شيئا فشيء، ليس بصوت صارخ. الأصوات ذات الضجيج اليوم هي أصوات التطرف، وهذا طبيعي أن المتطرف صوته عال له ضجيج، فتجد كل صوت متطرف، التطرف الديني والتطرف اللاديني أيضا يحصل بسبب ارتفاع هذه الأصوات. هذا يأخذ الدين بطريقة باطلة خوارجية مخالفة للشريعة للمنهج السوي، وهذا يبرر لنفسه أن يتجاوز في الانتقاد للموروث الشرعي إلى المقدسات، فينتقد شيء في القرآن الكريم، لا أقول فهم المفسرين للقرآن، ثم إذا أراد أن ينتقد في السنة يصل البعض إلى حد هدم السنة، ثم بعد ذلك إذا أراد أن ينتقد على كلام أئمة أهل العلم لا يكتفي بنقد الأفكار بل يجرح في الأئمة. نسمع من يقول البخاري ومسلم وعلوم الحديث كلها، وسهولة القصف هذا.
هذا النوع من الصدام ينشأ عليه عنه شباب يرى أنه يحتاج أن يغار على دينه. إيش هؤلاء؟ هؤلاء أعداء الإسلام. فيجد عنده تحفز شديد إلى أن يصطدم مع هذا الخطاب. وأيضا هذا الخطاب يجد أن كثير من الخراب الذي حصل في المنطقة سببه الخطاب الديني المتطرف، ارتفاع أصوات التطرف من الجانبين، والمعترك الذي يحصل بغير طريقة سوية ولا طريقة صحية هو أحد العوامل المؤثرة في نفسيات الشباب. النقطة الخامسة الأخيرة التي العنصر الأخير، عجز الشباب عن التعامل مع الانفتاح وثقافة الحرية. الانفتاح شيء مطلوب، والحرية متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا. لكن مفهوم العبودية في الشريعة، الحرية في الشريعة مرتبط بمفهوم العبودية. عبوديتي لله جعلتني حرا، وأول خطوة في حقيقة الحرية التحرر من رق الأنفس، من أن يغلبني غضبي، من أن يغلبني طمعي، من أن تغلبني شهوتي، من أن لا أكون عبدا لنفسي. ومن تحرر من نفسه استطاع أن يتحرر مما سواها. لكن الحاصل اليوم من الدعوات الصارخة إلى الحرية، وهذا يلحق بمفهوم الحداثة، لأن قمة سلم القيم الحداثية الحرية، بما أنه في رأس الهرم يصبح جميع القيم الأخرى خاضعة له، فتخضع العدالة لمفهوم الحرية، تخضع القيم والأخلاق لمفهوم الحرية، تخضع التعاملات والقوانين لمفهوم الحرية، فيصبح شأن الحرية يصل إلى مستوى من التقديس يشبه المقدس الذي لا يجوز المساس به، ولو في بعض الأحيان أثر على حقوق الإنسان. قانونيا لا يقبل أن يحقق أن يؤثر على حقوق الإنسان وأنت حر ما لم تضر، لكن واقعيا لا. لو تذكرون فيلم ظهر في مصر في بداية السنة أظن، تذكر اسمه، لكن قامت ضجة كبيرة عليه في مصر، وإلى حد رئيس الوزراء أمر بإيقاف بث هذا الفيلم في السينما. ما شاء الله، حلاوة روح. هذا الفيلم قامت عليه ضجة كبيرة، ثم قامت للأسف ضجة أكبر على المنع ليس على الفيلم، وجاءت نبرة أو عقدة الحرية وأصبحت فارض تفرض نفسها على حقوق الإنسان. ما المشكلة التي في الفيلم؟ ليس التعري وحده، لا، المشكلة أكبر. المشكلة أن يأتي طفل بمعيار العصر دون 18 من عمره ويقدم ليمثل دور في نوع من التواصل الجنسي، في نوع من إظهار صلة بالمرأة إلى حد ما يعتبر لا يتناسب مع احترام الطفولة، أي أنه في معيار حقوق الإنسان يجني على حقوق الطفل المتفق عليها بين العالم فيما يتعلق بمواثيق الأمم المتحدة، فما يتعلق بحقوق الطفل. طب هذه قيمة، قيمة ماذا؟ قيمة الحقوق. اصطدمت هنا بقيمة أخرى وهي قيمة الحرية، حرية الفن، حرية الإبداع. الحالة النفسية الموجودة عند المجتمع المثقف، عند المجتمع النخبوي، لما كانت الحرية هي الطاغية في الذهن، ترتب على هذا رفض أن تراعى قيمة حقوق الطفل في هذه الحالة. هذا المعنى له انعكاس على الشباب حتى في اللاشعور، فتجد أي خطاب لو يدعو إلى التمرد والتحرر تجد عنده استجابة، فيأتي هؤلاء المتطرفون ويدندنون على هذا الخطاب، بل يجعلون السلوك اليومي مبني على هذا التحرر. لا سلطة للأبوين، يقول لك لا يستشار الوالدان في الجهاد في سبيل الله، ويتغافلون عن النصوص الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في مخالفة هذه الرؤية. إذا خرج إلى هناك لا يوجد سمع طاعة إلى الأمير، لا يراعي كبير سن، لا يراعي صغير، لا يراعي، خلاص مفهوم التمرد والحرية. فعشنا بين غفلة مفرطة وتعصب مفرط، غفلة مفرطة وتعصب مفرط. هذا فيما يتعلق بعنصر الشباب، هناك أو محور الشباب. المحور الرابع وهو محور الخطاب الشرعي، وليسمح لي العلماء وطلبة العلم هنا، لأن نقد الذات أمر أساسي في التغيير. لدينا أيضا خمسة عناصر. الأول، تخلف أو تأخر الخطاب الشرعي الأصيل عن التجديد في المضمون وفي اللغة. في المضمون في على سبيل المثال المسائل الفقهية التي تغيرت أسبابها، لم تقم على النص وحده، قامت على العرف، قامت على العلة والقاعدة الشرعية، الحكم يدور مع العلة
أينما دارت وجودا وعدما. التأخر عن التجديد الذي هو فرض كفاية في الشريعة، أيضا التأخر في لغة الخطاب. ما معنى لغة الخطاب؟ ليس العربي والإنجليزي، لا، مفردات الخطاب. أحدنا عندما يتكلم يشعر الشاب عند الإنصات إليه بأن هناك حواجز لغوية بينه وبين الشيخ الأزهري، بينه وبين الشيخ الذي تخرج من مدرسة في حضرموت أو محضرة في موريتانيا، يشعر بسبب ضعف التعليم والأمية الدينية وضعف الصلة باللغة العربية الهوية، يشعر أنه يعني يصعب عليه أن يستمع إلى هذا، أن يفهم هذا الخطاب. بينما يأتي المتطرف بمفردات بسيطة، يأتي بحديث بآية، يأتي بحديث، يأتي بحكم، انتهت المسألة. والمفردات البسيطة يستطيع الشباب أن يتعاملوا معه. فعندنا العنصر الأول تأخر الخطاب الشرعي الأصيل عن التجديد في المحتوى واللغة. العنصر الثاني تأخره عن معرفة أسئلة العصر. هناك أسئلة العصر يطرحها متعلقة بحال الأمة، بمصير الأمة، متعلقة بهموم الشباب ومشاكل الشباب. هناك نوع من الانعزال بين العلماء الحقيقيين الربانيين وبين فهم ما يدور في نفوس الشباب، ما يدور في عقليات الشباب الفقير إلى الله. كنت أظن أن يفهم الشباب، إلى أن جاء تويتر وجاء أحد الشباب محمد مشهور وأصر علي ألا أكتفي بأن المكتب يضع التغريدات ويضع الفيديو في تويتر أو في فيسبوك، قال لابد أنت بنفسك الذي أنا مشغول، لا، أصر علي. فلما بدأت أتعامل مباشرة كانت الصدمة أني لم أكن أفهم الشباب. كنت أظن أني أظهر في التلفاز خلاص أفهم الشباب، لا، شعرت أن هناك بون شاسع بيننا وبين فهم الشباب. الأكبر من هذا أن سرعة الاختلاف بين الشباب جيلا بعد جيل أصبحت مخيفة. في السابق كنا نحتاج إلى 10 سنين فرق حتى يحصل تغير في المفاهيم وبالتالي يصعب فهم الشباب. اليوم كل 3 سنوات هذا يتغير. اليوم الذي بلغ 25 سنة عنده صعوبة في فهم نفسية الشاب الذي عمره 14 سنة، تغيرت. الشاب الذي عمره 17 سنة عنده مشكلة مع الشاب الذي عمره 14 سنة في فهم نفسيته، في فهم اهتماماته. إذن عندنا انعزال، الخطاب غير قادر على الإجابة على أسئلة العصر. العصر الذي نعيشه طرح أسئلة، جاء هؤلاء المتطرفون وبدأوا هم أدركوا الكثير من هذه الأسئلة على الأقل في جانب التدين، فوضعوا الإجابات المتعلقة بها، إجابات باطلة خاطئة، لكنه أجاب على سؤال موجود في نفس الشاب. كذلك التطرف اللاديني عمل على هذا الأمر. النقطة الثالثة ضعف مؤسسات الخطاب الشرعي عن مجاراة إمكانيات المتطرفين المالية والمؤسسية الإعلامية. هؤلاء متطرفون لكن لديهم استثمارات ضخمة، لديهم استغلال لتوجهات دول فحصلوا على دعم منها بسبب سياسة التوازنات التي كنا نتكلم عنها، لديهم تراكم عمره يزيد عن 80 سنة من الخبرة في التعامل مع صنع المؤسسات، مع تشكيل الخلايا، مع توجيه الشباب وتفعيل الشباب، الرياضة والفرق والمعسكرات وإلى آخره. عندهم جيش من القنوات الفضائية تصيغ فكر الناس من الناحية الدينية، لديهم عشرات الآلاف من مؤسسات تحفيظ القرآن والدروس الشرعية والمكتبات للنشر، وسائل النشر، جاءت وسائل التواصل الاجتماعي السوشيال ميديا، فغزوا هذا. المؤسسات الدينية الأصيلة الصحيحة لا تمتلك هذه الأدوات، إما بسبب الضعف المالي وهو كبير أو بسبب ضعف الإمكانيات البشرية في التعامل مع هذا الأمر. الرابعة النقطة الفرق بين آثار العمل السري والعمل العلني. العمل السري التنظيمي يوجد فقاعة في داخل المجتمع، يوجد حيز منقطع عن المجتمع وإن اختلط به في الظاهر. هذا الحيز يترتب عليه أن الولاء فيه واضح، وأن مصدر التوجيه واضح، وأن توظيف الإمكانيات التي ذكرناها من المؤسسات أو غيرها أيضا واضح. لكن المؤسسات الدينية الأصيلة ليس لها أغراض دنيوية سياسية تريد أن تنازع بها على الحكم أو السلطة أو تسخير السلطة، تسخير الخطاب الديني لصالح الوصول إلى السلطة، ليست لديهم هذه الأهداف. أيضا ولائهم للدولة حقيقي، هم يفهمون معنى قول الله تعالى وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، أن الأصل في الصلة بين الحاكم والمحكوم هو التوافق، هو الانسجام. إلا من بغى، اليوم التنظيمات الإسلامية يضعون المسألة على العكس. الأصل عندهم ما هو؟ الأصل عندهم المعاداة للدولة حتى تثبت العكس. وبما أن المؤسسات الدينية متوافقة مع الدولة
فهي أولا متهمة، تأتي مصطلحات عالم السلطان أنواع الخطابات الموجودة. أيضا في المقابل إمكانياتهم لا تكون قائمة على العمل السري، تكون على العمل المفتوح العام، وهذا في الغالب إن لم توجد جهة تؤمن بحقية هذا وتقوم بدعمه يصبح قاصرا عن مجاراة أصحاب المؤسسات الضخمة. النقطة الأخيرة أو المحور الأخير، التنظيمات المتطرفة نفسها، بنية العمل التي لديها. العنصر الأول استغلال الأوضاع سالفة الذكر، ما ذكرناه في المحاور الأربعة هو محل استغلالهم وعملهم. النقطة الثانية المنطلقات السبع للفكر المتطرف التكفيري، سأريدها سريعا لأن الوقت لا يتسع لشرحها. الحاكمية، وفيها تحريف تفسير القرآن بقوله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، والإجماع عند أهل العلم أنه كفر دون كفر لا يخرج عن الملة، ولم يقل أحد بأنه كفر مخرج عن الملة إلى الخوارج، كما ذكر ذلك الإمام القرطبي وذكر ذلك الإمام السمعاني، الإمام القرطبي في كتابه المفهم والإمام السمعاني في تفسيره، قال أهل السنة هو كفر دون كفر، وقالت الخوارج هو كفر مخرج عن الملة. وهذا له مبحث ما يتعلق بالحاكمية وما ترتب على الحاكمية من كفر الحاكم والمجتمع. المنطلق الثاني أو النظرية الثانية الجاهلية، بما أن الحاكم أصبح كافرا والمجتمع رضي بالكفر فهو كافر، إذن نحن نعيش في مجتمع جاهلي، وهذا فيه تحريف للحديث النبوي إنك امرؤ فيك جاهلية، لما قالها للصحابي الذي قال للذي أمامه يا ابن السوداء، اعتبر الجاهلية هنا عنصر لا يخرج عن الدين، إنما هو طبع صفة، ولا الحمية حمية الجاهلية كما جاء في القرآن الكريم، كما ورد في القرآن الكريم، فهي صفة لا تخرج عن الإسلام، لكن هنا في التطبيقات طبق هذا المنطلق، بما أنهم كفار إذن نحن في العصر الجاهلي. ترتب على هذا المنطلق الثالث، والمنطلق الثالث وهو مفهوم الولاء والبراء، الذي أخرج أو استنبط من تحريف لمفهوم آية في القرآن الكريم، لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله، لكن أخذ على مستوى أن الدين لا يقوم إلا بأن تتبرأ لا من الكفر بل من الكافر، حتى تعاديه في ذاته في شخصه. ثم بما أن المجتمع كافر والحكام كفار وأن المجتمع جاهلي، إذن ينبغي أن أتبرأ من هذا المجتمع. ترتب على هذا المنطلق الرابع وهو الفرقة الناجية، وهو تحريف أيضا لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم، افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وتفترق أمتي على 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة. صدر الحديث صحيح، كلها في النار إلا واحدة، مختلف في صحته بين الضعيف وبين الحسن لغيره، لا يستطيع أن يقوم أمام أنها خير أمة أخرجت للناس كما هو في القرآن. حصل التحريف. ما معنى الفرقة الناجية؟ أنا أنجو كل من خالفني، حتى من يريد الإسلام، حتى من الإسلاميين، من خالفني فهو من الفرقة الباطل الضائعة الهالكة التي في النار. نشأ عن ذلك كثير من المشاكل، تكثير الفرق لبعضها البعض، استباحة دماء بعضها البعض، ترى الذي في داعش يقاتل الذي من النصرة، والذي من النصرة يقاتل الذي من الجيش الفتح الإسلامي، والذي والذي والذي، حصلت استباحة الدماء في هذه الحالة. المنطلق الخامس الذي ترتب على وجود الفرقة الناجية وضدها الهالكة، على وجود العصبة المؤمنة والجاهلية، على وجود التكفير على أساس الحاكمية، مفهوم الاستعلاء، وهي نظرية ذكرها الأستاذ سيد قطب غفر الله لنا وله، وهذه كلها التي سبقت أيضا ذكرها الأستاذ سيد قطب، والفرقة الناجية ذكرها هو وذكرها بعض متطرفي السلفية أو الكثير منهم، أقاموا الأمر في ما بينهم بين مخالفيهم على هذا الأساس. جاء فكرة الاستعلاء. ما هي نظرية الاستعلاء؟ أيضا تحريف للقرآن، المفهوم القرآن الكريم، وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. أعلون أي أن الله سيرفع شأنكم، ليس معنى أن تستعلوا أنتم على الآخرين، هذا فكر فرعوني، قد أفلح اليوم من استعلى، بينما المؤمنين تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا. هذه نظرية ترتب عليها النظرية السادسة، وهي نظرية حتمية الصدام، مدام المجتمع كافر بالحاكمية جاهلي، علي أن أعامله بالبراءة مما هو فيه، تبرأ منه، علي أن أستعلي عليه، إذا لابد سنتصادم. فجاء أيضا الأستاذ سيد قطب غفر الله لنا ولا بمسألة حتمية الصدام، وهي جريمة كبيرة ارتكبها فكريا. حتمية الصدام معنى لا يتأتى للشاب إذا تدين والتزم وصار كما يسمونه إسلاميا، لا يتأتى له أن يستقيم أمره إلا إذا تصادم مع المجتمع.
لابد سيحصل الصدام مع المجتمع. ترتب على هذا مشاكل كبيرة، من ضمنها المظلومية. ما دام صدمت مع المجتمع إذن مظلوم، واستغلال المظلومية كما سيأتي. ترتب على ذلك انتظار النظرية السابعة أو الثمرة من هذا كله، وهي الخلافة والتمكين. فصار هذه سبعة منطلقات، أهداف، نظريات اشتغلوا عليها. العنصر الذي يليه الثالث، غرس العقلية التصادمية الأحادية. أنا صواب وغيري خطأ، بمفهوم الفرقة الناجية الذي ذكرناه سابقا. ترتب على هذا الفتنة الطائفية. المتطرف السني يعتبر الشيعة كلهم كفار، والمتطرف الشيعي يعتبر السنة كفار. هذا القليل من يتنبه له. الشيعة يقولون أن لا نكفر أهل السنة، لا، متطرفوهم يكفرون أهل السنة، بل في كتب الأصول لديهم، الكتب المرجعيات القديمة الأصول، كمثل الكافي، كمثل وسائل الشيعة وغيرها من الكتب المضطردة، يعتبرون من لا يؤمن بمذهبهم في الإمامة، كما نص على ذلك أيضا في بحار الأنوار في مجلد 26، قال كل من لا أجمعت الشيعة الإمامية على كفر كل من لم يعتقد معتقدهم في الأئمة في الإمامة. إذن عندي تطرف في تكفير السنة وتطرف في تكفير الشيعة. ظهر مشايخ يقولون كل الشيعة الروافض كفار، هذه بدعة لم يقل بها أهل السنة والجماعة. جمهور أهل السنة والجماعة على أن الشيعة الاثنعشرية والشيعة الزيدية، وهم أقرب إلينا، والإباضية والظاهرية كلهم من المسلمين، إلا من ظهر منهم وقال القرآن ناقص أو طعن في السيدة عائشة، لأن هذا إنكار معروف معلوم من الدين بالضرورة. أفراد الذين يقولون هذا يكفرون، هم غالبيتهم لا يروا هذا، يقول لك تقية، هذا بينهم بين الله لأن الظاهر. فالأصل عدم التكفير. الرؤية التكفيرية هذه أوجدت صداما، هذا الصدام وجد بعض الدعم من بعض الدول الإسلامية بسبب ما أحدثه الخميني من ارتباك في ثورته، عندما أعلن ثلاث إعلانات خطيرة. الإعلان الأول ما سماه بنشر مذهب آل البيت، معناه أني سأدخل في المذاهب، سألعب في الديمغرافيا الموجودة في الدول، وبالتالي سأوجد فتنة بيننا وبين السنة. الإعلان الثاني أنه قال بتصدير الثورة، معناه سيوجد فتنة سياسية، الأولى فتنة دينية طائفية والثانية فتنة سياسية تصدير الثورة. العمل الثالث أو التصريح الثالث أنه في كل عصر يختار الله جنس أو عنصر لخدمة الإسلام، فكان الأتراك وقبلهم العرب والسلاجقة، والآن حان وقت أن يكون لفارس اليد العليا في خدمة الإسلام. هذا ترتب عليه مشاكل كثيرة. أيضا المتطرفين الآن يثيرونها عنصرية، يقولون العرب والفرس، هذا باطل الكلام، هذه عنصرية مرفوضة. النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال في الحديث الصحيح الذي في البخاري والحديث بمعناه، يأتي أقوام لو كان الدين في الثريا لمدوا أيديهم وأخذوه، إنهم قوم هذا، أشار إلى سيدنا سلمان الفارسي. إذن هم مثلهم مثل بقية العناصر، والعنصرية هذا من الفكرة، من فكر الجاهلية. لا نقول عرب وفارس، ولا نقول سنة وشيعة، نقول نظام إيراني غاشم، ولا نقول الإيراني، نقول النظام الإيراني الظالم أراد أن يعبث بالمنطقة، أراد أصبح خطرا يهددنا. هنا تحدد معالم الاختلاف والحرب. هم مجرمون تعدوا علينا، أرادوا أن يسيطروا على باب المندب مضيق هرمز، أعلنوا أنهم يسيطرون على أربع عواصم عربية. إذن المشكلة هنا ما هي؟ مشكلة سياسية مع نظام ظالم، تحويلها إلى سنة وشيعة، تحويلها إلى عرب وفارس. هذا من الوسائل التي يلعب عليها أولئك فيستبيحون الدماء. بل تجاوزوا ذلك إلى أناس من السنة، الأشاعرة هم والماتريدية، هم جمهور أهل السنة والجماعة، هم أهل السنة والجماعة. أصبحت كلمة أشعري في ثقافة الشاب الذي لديه الأمية الدينية بسبب ما يسمعه من المتطرفين كأن الأشاعرة ذل غير السنة. الصوفية في الأصل هم عين أهل السنة والجماعة، كما قال حتى الشيخ ابن تيمية يقول منهم صديقي هذه الأمة. كون هناك بعض الصوفية ابتدعوا مرقوا خرجوا، هذا راجع إليهم. في علم التوحيد يوجد المعطلة والمجسمة مرقوا، في علم الحديث يوجد وضعوا الحديث على رسول الله، في علم الفقه يوجد الفقهاء الذين تلاعبوا بالفتوى. هل نرفض العقيدة ونرفض الفقه ونرفض الحديث لأن فيها من أخطأوا؟ كذلك التصوف وغيره من علوم الشريعة. لكن التكثير الذي يترتب على هذا، لا نتكلم عن نشر هذا أو ذاك، نتكلم عن التكثير الذي يحصل، التضليل الذي يحصل، هذا أدى إلى الفتنة التي نعيشها اليوم، إلى الاستقطاب. أنت ترى أنك أيها الشاب حفظت آيات من القرآن وحفظت عدد من الأحاديث، فصار من حقك أن تقول هؤلاء كفار، هؤلاء مشركون، في شيء من الاغترار، يسمونه اليوم باللغة الإنجليزية الإيجو، شعوره بالذات من خلال هذا الطرح. النقطة
الرابعة قبل الأخيرة افتعال الصراعات، صدامات مع الدول، صدامات مع الأنظمة، صدامات مع التشكيلات الأخرى. افتعال الصراعات أو جر الشباب إلى الصراعات ينشأ عنه ماذا؟ الصدام ينشأ عنه حصول ضحايا، ينشأ عن حصول الضحايا إدارة لعبة المظلومية. نحن اليوم مثلا فيما حدث في رابعة العدوية في مصر نسمع كلاما عن هولوكوست روج له في العالم، وغالب الناس هكذا أصبحوا ينظرون إليه إلا من عرف حقيقة الواقع، وهي جردت عن سياق كبير متكامل، سياق فيه سبق قبل فض رابعة قتل للجيش المصري في سيناء قبل فض رابعة، سياق فيه أحكام من المحكمة بفض الاعتصام، سياق شرعي أن هذا الاعتصام محرم في وضعه شرعا لأنه في الشارع في تقاطع طريق، أهل المنطقة قد تضرروا ورفعوا القضايا عليهم فيه. الذي يعرف مصر ميدان رابعة الذي سمي الآن ميدان المستشار هشام الذي قتل النائب العام، هذا الميدان عبارة عن تقاطع ليس بميدان، هو تقاطع رئيسي في منطقة في مدينة ناصر، فأصبح الناس متضرر، تضرر الناس في الذهاب والإياب، تضرر أهل المنطقة نفسهم السكان من هذا الوجود بأصوات الصارخة بالنفايات بالأذى، فصدرت أحكام من المحكمة القانونية بفض الاعتصام، تم إبلاغهم بهذه الأحكام، جاءوا في البداية بغير قتال، أطلق الرصاص أول من سقط خمسة من الشرطة، نعم حصل إفراط بعد ذلك يحتاج إلى تحقيق، نعم صحيح أن هناك نحو 500 قتلوا بالكذب الذي بعد ذلك في الترويج للمظلومية أصبحوا 5000 بقدرة قادر، لكن الذي حصل هنا سياق الناس لا تعرف هذا السياق، لا تعرف على سبيل المثال أن القيادات الزعامات كانوا يصعدون على المنصة وهم يحملون الأكفان، وكانوا يصرحون لن نتحرك منها هنا إلا على جثتنا، وصوروا القضية على أنها ليست قضية سياسية حتى لو كانوا يرون أنهم على صواب سياسيا، صوروا القضية على أنها قضية إسلام وكفر، صوروا القضية على أنه صراع على الدين، على أنها لعبة نصرانية، فأثاروا الفرقة الطائفية عند المصريين. لهذا عندما أسقط الرئيس السابق مرسي حرقت وهدمت وهجمت أكثر من 60 كنيسة في مصر، لأن التعبئة التي كانت هناك هي تعبئة تصادمية. هذا التفريخ الذي حصل في رابعة لهذه الرؤية التصادمية مع اللعب على العواطف الدينية، أنت في رمضان وكانوا يقيمون الليل وصلاة التراويح، فهناك ارتقاء روحي كان حاصل في نفسيات الناس، تم التغذية باطلة باسم اليقين. أحدهم من على المنصة كان يقول الذي يشك في رجوع مرسي كالذي يشك في وجود الله، إلى هذه الدرجة أصبحت التعبئة موجودة. فلما بدأ السعي نحو فض الاعتصام موجود بالفيديو في اليوتيوب، الذي يريد أن يسمع في وقت إطلاق قنابل الغاز ولا على المنصة في البداية يتكلمون والقيادات نحن لن نتحرك لن نتزعزع، أبشروا 3000 مصري قادمون الآن لنصرتكم، أصحابنا في ميدان النهضة قد سيطروا على الوضع وأخذوا مركز الشرطة سيطروا عليه، والشباب يكبرون الله أكبر، ثم هربوا وتركوا الشباب يواجهون الموت. ثم بعد هذا الموت استثمر هذا الموت لمفهوم المظلومية. هذا حصل أيام عبد الناصر، نعم كان في ظلم، نعم كان في تعذيب، لكن سبقه توجه نحو الصدام، سبقه اغتيال القاضي الخزندار، محاولة تفجير المحكمة في مصر، حصل أثناءه اغتيال رئيس الوزراء النقراشي، قبله رئيس الوزراء أحمد ماهر. إذن كان في الجانب الآخر صراع موجود دموي، صدام من أثار نظرية حتمية الصدام التي ذكرناها قبل ذلك. ترتب على هذا الأمر مظلومية، نحن تربينا ونحن نقرأ كتب سيد قطب، تربينا معالم في الطريق، تربينا ونحن نقرأ لزينب الغزالي أيام من حياتي، الكتب الأخرى ظلام السجن، السجن الحربي، فتشكلت في الأذهان مفهوم، تشكل مفهوم المظلومية، صرف الناس عن محاسبة التنظيمات الإسلامية على الأخطاء التي ارتكبوها. من اليوم يجرؤ أمام العالم خارج مصر يقول تعالوا نحاسبهم؟ إيه تحاسبهم؟ رابعة لو كتبت كلمتين في الإنترنت في تويتر انظر إلى الهجوم الذي يأتي، أنت ما عندك آدمية، أنت عالم سلطان، هذه رابعة بالشهداء رابعة. في سوريا حصلت جرائم ومجازر ضخمة في الثمانينات، النظام جائر مظلم مجرم ظلوم غشوم قل ما شئت، لكن لم يكن الجانب الإسلامي بريئا، لم يكن بريئا، كانت لديهم فتاوى بتكفير النصيرية ينبني عليها جواز قتلهم، وكانت اغتيالات
وكانت هناك عملية في مدرسة المدفعية مثلا في حلب قتل فيها أكثر من 200 من الدارسين الموجودين، كانت هناك محاولة لاغتيال حافظ الأسد. إذن كان يوجد هناك دافع إلى التصادم، دفع بالناس الذي يسمع إلى شهادة المراقب العام للإخوان في سوريا اسمه سعد الدين من يا سامرة؟ عدنان سعد الدين، اسمعوا شهادته شاهد على العصر، وهو طلب أن لا تنشر لا بعد وفاته وبالفعل بثت بعد وفاته، اعترف اعترافات خطيرة. حتى المحاور الذي كان يحاور أحمد منصور كان مصدوما، وأخبر أن الذين ارتكبوا الاغتيالات كانوا قد أخبروهم ونسقوا معهم كل ما في المسألة، أن قالوا له لكنك تنفصل عن التنظيم. طيب أنا أريد شباب من التنظيم، خذهم لكن يعلنوا انفصالهم عن التنظيم. إذا كان هذا الأمر موجودا، تسبب في الصراع. لهذا كان الشيخ أديب الكيلاني رحمه الله من الذين استشهدوا في أحداث حماة الثانية، وهو من كبار علماء المسلمين، في اليوم الذي اضطر أن يقاتل فيه لأن البغاة الظلمة من الفجار الحكام كانوا يقتحمون البيوت ينتهكون الأعراض، فحمل السلاح للدفاع عن نفسه وعرضه. قال لبعض الشباب في نفس اليوم الذي قتل فيه: إذا أنجى الله أحدكم قولوا للذين في الأردن، أي القيادات التي هربت بعد أن ورطت الناس إلى الأردن، قولوا لهم لنا معكم وقفة بين يدي الله يوم القيامة. جاء مع استغلال المظلومية وعمل الهولوكوست في كل وقت ليشعر الشباب بالغضب، يشعر الشباب بإرادة الانتصار للحق، يشعر الشباب بضرورة القتال، وفي كل عمل إرهابي يربطونها بمسألة المظلومية التي حصلت، الثأر للحرائر، الثأر لرابعة، الثأر للمسلمين، الثأر لكذا، ربطها بمفهوم المظلومية الذي يهيج الشباب ويجعل الشباب قابل. فيأتي بعد ذلك استمرار في الصدام، والذي يصطدم ويقتل أخوه وابن عمه وصديقه الذي في المدرسة يتحولون مباشرة إلى طرف أولئك التنظيميين التنظيمات الإجرامية. لماذا؟ لأنه يشعر بأنه يحتاج إلى أن يأخذ الثار، وتصبح متلازمة، هذا يغذي هذا جيل وقتا بعد وقت، فتتسع الدوائر ويختطفون. هم النقطة الأخيرة، وهي امتلاك الإمكانيات الإعلامية والحرفية الاحترافية. لما تدخل إلى الفضائيات، لما تدخل بالرغم من ضعف الكفاءة الإعلامية، لما تدخل إلى الإنترنت تشعر وكأن المجتمع كله ضدك، وهي غير حقيقة. كنت وضعت بعض الأقوال الحكيمة الراقية لشيخنا الشيخ محمد سعيد رمضان البوطي رحمه الله، بسبب ما روج من موقفه وما حرف من كلامه، كنت إذا وضعت شيء من كلامه في الصفحة في الفيسبوك هجوم شديد شديد. قلت وبعض يقول سقط من عيني، أنا سألغي تسجيل إعجابي بصفحتك، تشعر أنه ضغط. بعدين فكرت قلت هل هذا بالفعل شعور عام؟ نظرت فوجدت عدد الإعجاب أكثر بكثير، عدد المشاركة الشير أكثر بكثير. إذا ما سر هذه التعليقات؟ دخلنا إلى بعض صفحات المعلقين فوجدنا أكثر هذه الصفحات لا يوجد فيها شيء، فاضية، لكن من خلالها يدخل ويعلق. ثم عرفنا بعد ذلك أن هناك شيء اسمه اللجان الإلكترونية، شباب بعضهم مفرغين برواتب وبعضهم متطوعين يوجدون هذا الضغط الإعلامي أو في التعليق في السوشيال ميديا حتى يرجع الشخص الذي ينتقد الذي يوضح يشعر وكأن هناك ضغط عليه فيرجع خطوات إلى الوراء. لكن مع الثبات يبدأ هذا يقل شيء فشيء يتلاشى. إذن هناك لعبة الإعلام، وضع الكذبة ثم التأكيد عليها مرة بعد مرة. ربما تتذكرون في أيام حرب غزة عندما نشروا كذبة أن الهلال الأحمر الإماراتي يقولون أنه كان يعطي للكيان الصهيوني إحداثيات المقاتلين من حماس فيقتلهم، وكأن كيان المحتل كان محتاج إلى هذا، كأنه ما يوجد بين ظهرانيهم هم من يتجسس. والشيخ أحمد ياسين قتل بسبب واحد من داخل حماس، خان وأبلغ عن وجوده وضع الشريحة هذه التي قتل من خلالها وصوب إليه، كأنهم كانوا يحتاجون هذا الأمر. الإمارات التي أمضت سنوات طويلة هي من أكثر الدول اللي لم تكن أكثر الدول خدمة للفلسطينيين، وبغير جعجعة ولا كثرة كلام، ما من منطقة في فلسطين إلا فيها مشروع للإمارات. بنوا حتى الآن 3 مدن في فلسطين، من ضمنها مدينة بالقرب من القدس في ضاحية من ضواحي القدس، أمر ببنائها الشيخ زايد رحمة الله تعالى عليه، وأكملها الشيخ خليفة لسكن المعلمين. لما رأوا أن المعلمين في المدارس العربية في القدس بدأوا يسافرون لعدم وجود الإمكانيات الكافية، بنوا لهم شقق من أحسن ما يكون ليستقروا في بيت المقدس. الطعام في اليوم على الأقل 5000 وجبة طوال السنة غير رمضان في القدس للناس الذين يحتاجون، تنفق من التكايا، يعني تطبخ في التكايا القديمة التي في القدس. في غزة وحدها مدينتين بنيت، مدينة لأسر الشهداء والمسجونين. كم سأعدد دور الإمارات في غزة؟
الهلال الأحمر الإماراتي على طول المدى وهو يخدم في فلسطين. ثم من أجل الاختلاف السياسي بين الإمارات وبين هؤلاء لم يبالوا بأن يضروا بالقضية الفلسطينية ويأتوا بمثل هذه الكذبة. يأتون بصورة أحد الشباب من آل الكعبي من الهلال الأحمر، ويأتون بصورة شخص آخر من آل الكعبي لكنه مختلف، الذي يعرف تماما والذي يدقق في الصورة يراهم مختلفين، الآخر مساعد وزير الدفاع بالهيئة العسكرية، يقول هذا من الاستخبارات، هذا هو نفس الشخص من الاستخبارات الإماراتية فعل وفعل وفعله. الذي لا يعرف ومع الهوجة لا يدقق حتى في الصورة في النظر. ثم يأتي بعدها خبر في الجزيرة تسريبات عن أن وزير خارجية الإماراتي هو الذي قال للإسرائيليين سوف ندفع لكم ثمن الحرب، ثم هذه، ثم 4 5 6 7 8 9 10، مع تواردها شيئا فشيء تصبح أشبه بالتصور الذهني الثابت عند الناس أن هذه الدولة حالها كذا وكذا. هذا المنهج كان يستخدمه اليهود ولا زالوا في فلسطين في أمريكا، اللوبي الصهيوني اللي في أمريكا يستخدم هذا الأسلوب. أي شخص ينتقد الكيان المحتل تبدأ، يعني إذا كان مؤثرا تبدأ ما يسمى بالاغتيال المعنوي. الشيخ علي جمعة حفظه الله المفتي السابق في مصر جاءوا به في الجزيرة ويقول اضرب بالمليان. الذي يرجع للمحاضرة الأصلية يجده يقول اللي يضرب عليكم رصاص اضرب بالمليان. نشروا في الجزيرة في رصد قوله في محاضرة من المحاضرات، فطوبى لمن قتلهم أو قتلوا، هذا حديث نبوي، لكنهم ألغوا أن ما عرضوا شيء من 48 دقيقة في هذه المحاضرة كان الشيخ يشرح فيها للجنود خطوات رد الصائل دفع الصائل، أن لو كان الصوت يكفي يحرم الضرب، وإذا كان الضرب باليد يكفي يحرم العصا، وإذا بالعصا يحرم السكين السيف، وإذا كان السيف يحرم البندق، إلى أن يجب أن تضرب في رجله، إلا لو خلاص سيقتلك اقتله في تلك الحالة. كل هذا ألغي ولم يوضع إلا هذا، مرتين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية حتى وجد الاغتيال المعنوي. هذا فن إحداث موجات تثقيفية موجودة فتتحول الكذوبات إلى شيء يقيني في أذهان الناس. هذا أيضا قبيل السبق الذي من خلاله يصطادون شبابنا، ثم يعطونهم الدروس الملخصة السهلة ويشعر واحد منهم قد أصبح قائد ثم أصبح شهيد أو أصبح منتصر إلى آخر ما يجري. وسامحوني على الإطالة لأن الموضوع دسم وثقيل، مر علينا الكلام أن هناك خمسة عناصر في كل خمسة محاور، في كل محور من هذه المحاور خمسة عناصر، عندنا محور الأمة، وعندنا محور الدولة والمجتمع، وعندنا محور الخطاب الشرعي الديني، وعندنا محور الشباب، وعندنا محور التنظيمات المتطرفة. نسأل الله عز وجل